في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها عبر الطرق والمواصلات، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد إبراهيم استغلال المعلومات من حيث كمية معتبرة من مختلف المشروبات الكحولية قدرت ب 3871 وحدة، كما تم حجز سيارة خاصة وتوقيف مالك السلعة. التحقيق مفتوح وسيتم تقديم الموقوف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحساسنة.